انواع، هنا ثلاث انواع من الترابي كوليكرني، هنا فيكسد او ريدج وبرج، وفي معنى بابلري وفي معنى سيبتو مارجنال. هنا ما فيش، في معنى في ريدج وبرج ومعنى البابلري مازلتش، ما فيش موجود هنا سيبتو مارجنال. الفرق الذي بعده انه هنا الفتحه محكومه ببلب نسميه التراي كازمت بلب، وهنا محكومه ببلب نسميه الميترال بلب. الميترال بلب يحتوي على تو كازم شرفتين، وهنا يحتوي على تريجر. هنا يحتوي على انتيريور وبستريور كزب، هنا يحتوي على انتيريور وبستريور وسبتل وسبتل كزب، تمام. بالاضافه الى انه نفسه هنا موجود معنا انتيريور وبستريور بابلري مازلز، واحده موجوده في الانتيريور واحده موجوده في البستريور، تمام. وهنا برضو انتيريور وبستريور وسبتل، يعني كل كزب معاه بنفس المقابل وبنفس الوول بابلري مازلز. هي الاختلاف انه كل بابلري مازلز مرتبطه معاته كزب، يعني هي انتيريور مرتبطه بالانتيريور كزب، بس برضو في كردات دني مرتبط مع البستريور او مرتبط مع السيبتال، تمام، او موجود او مرتبط مع السيبتال بابلري مازلز، تمام. هذا اهم الفروقات ما بين او الانترنال فيتشر اوف ذا هارت. زي ما قلنا احنا نركز على انه في معنى في كل جزء سموث ورف بارت. هنا الرف بارت بسبب البكتينات مازلز، وهنا بسبب الترابي كلي كرني، وهنا نعرف ان الترابي كلي كرني اربع انواع، الذي الريدج والبريدج والبابلري مازلز والسبتو مارجنال. السبتو مارجنال موجوده في الرايت ومش موجوده في الليفت. هنا برضه زي ما قلنا انه بتكون هنا يعني العضلات الترابي كلي كرني بنلاحظها انها بتكون متشابكه اكثر وخفيفه اكثر، تمام. هنا بنلاحظها قليله التشابك بس حجمها كبير هنا في الرايت فنتريكل. وقلنا انه يحتوي على جزئين، الرف الذي نسميه انفلونج والسموث الذي نسميه اوت فلونج. هنا الاوت فلونج نسميه فيستبيول، وهنا نسميه ايش؟ ها انفيدبولم. وبالاضافه الى الوول هنا بيكون ثيك حوالي ثلاث مرات مقارنه بالرايت فنتريكل. وقلنا هنا محكوم ببلب نسميه الترايكس بالبلب، بينما هنا نسمى الميترال بلب. بالاضافه الى شيء اخر، يعني انه السموث بارت الذي بينتهي كاستبيول او انفيدبلم محكوم برضه بفالف، ها نسميه سيمي لونير فالف، تمام، نسميه سيمي لونير فالف. ليش بنسميه سيمي لونير فالف؟ في واحد با هنا موجود، ايوه. لو لاحظنا هنا كل واحده من الكظم، اذا الفرق ما بين الفالف هذا والفالف هذا ايش الفرق بينهم؟ البلن هذا يحتوي على كردات دني وعلى بابلري مازلز وعلى انيولس فيبروس رينج، ها هذا ما يحتويش ولا شيء الا على الكظم فقط. كظم، الكظم عباره عن هذا واحد كظم، تمام، يحتوي على التاكد مارجن وفري مارجن. التاكد مارجن هذه بتكون مرتبطه في الروت حق الوول، تمام، في الوول حق البلوت فيزلز، تمام، بينما هذا الفري مارجن بتكون ايش؟ حره يعني متحركه. فبالتالي الدم لما يطلع من هنا، يطلع منها تفتتح الثلاث كذا بهذا الشكل، لما يرجع يحصل انغلاق، تمام، تمتلي الجيوب هذه بالدم فبيحصل انغلاق. فبالتالي كل واحده تحتوي على هنا بروز من الفيبر، من الفيبروس، نسميه نودل فيبر، نودل فيبروس. هنا هذه واحده وهذه واحده ومتلاقيت مع بعض النودل، تمام، وبين كل نودل والمسافه هذه في كل كظم هذا لينيول زي الهلال، تمام، نسميه ايش؟ لينيول. هذا هلال وهذا هلال، بالتالي سميناهم سيمي لينيول، تمام. اذا كل كظم يحتوي على تو لينيول، تمام، ويحتوي على واحده نودل فيبروس. طيب في الوول، في توسع في الوول، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد في البلموني ترانك او في الازندنيك اوروتا نسميهم ساينس، يعني يحصل ديلياتيشن في الوول نفسه. فبالتالي هنا جنب كل واحد هنا في ساينس نسميه ايش؟ ها ديلياتد ساينس او جيوب. هذا الديلياتد او الساينس الموجود هنا هذا الذي بيطلع منهم الرايت والليفت كورونري ارتري. فاحنا لو لاحظنا هنا في الاوروتا، تمام، في الازندنج اوروتا، في معنى ثلاث من هنا، صح؟ بتكون واحده انتيريور، الذي هذه بتكون انتيريور، وثنتين بوستيريور، واحده انتيريور ثنتين بوستيريور. الانتيريور الذي بيطلع منها الرايت كورونري، الساينس حق الانتيريور الذي بيطلع منها الرايت كورونري ارتري، ومعنى تو ساينس ليفت ورايت، تو ساينس برضه ليفت ورايت. الليفت كورونري بيطلع من الليفت
إذا هنا متعاكسة العملية بين الاثنين لو جاب الامتحان. هنا في الأورتا بيكون واحدة أنتريور واثنين بوستريور. هنا بيكون تنتين أنتريور واحدة بوستريور. تنتين أنتريور هنا تنتين أنتريور واحدة بوستريور. وهنا واحدة أنتريور تنتين بوستريور. هذا الفرق ما بين الصينس أو الكظم. فرق ما بين الصينس أو الكظم. أما قضية شغل البلب هذا بتكون بطريقة ميكانيكية ما فيش ما هيش كهربائية. تمام؟ إحنا معنا في المترال بلب أو التراي بلب بيكون عملية كهربائية. تمام؟ عملية كهربائية لكنها بيكون إيش ميكانيكية. يطلع الدم من هذا النقطة ولما يرجع بيتمتلئ الجيوب وينغلق تماما وبالتالي ما بيسمح له يرجع الدم. هذا بالنسبة بالمختصر على الانتر فيوتشر اوف هارت. وهذا هو كل شيء يعني ما بيش انتم كأطباء هذا هو كل شيء ما يخصكم كأطباء انه بيحصل. لو لاحظنا هنا من الكلينيكال ابلايد لو لاحظنا هنا انه الحالة اللي هي يعني يشتكون منها غالبية المجتمع الذي هو الكورونري ديسيز. الكورونري ديسيز فين بيحصل الكورونري ديسيز؟ عادة يحصل في هنا في الاوردة دي. تمام؟ في الشرايين هذه الذي هي الانتيريور او البوستيريور او حتى هنا في الماين. تمام؟ فبالتالي الذي بيحصل هنا انه تتراكم الدهون عند الناس الذي عندهم دهون او الناس المدخنين الذي بيحصل كونتراكشن في الاوعيه الدمويه. تمام؟ بيتراكم الدهون هنا تجي الصفائح الدمويه تغلق الباقي فبيحصل يحصل المريض بالم شديد. تمام؟ عاده ما يكون انجينا ستيبل مثلا جبنا للمريض علاج يسميه النترات تحت لسانه ربع ساعه يقول له تمام تحسن ها حاول مره ثانيه بعد ربع ساعه نعمل له حبه. تمام اذا تحسن بثلاث حبات كل ربع ساعه فهذه نسميها ستيبل انجين. لكن اعراضها موجوده يجي لك ماسك صدره كذا والم شديد بالصدر. تمام الى يقول لك في قليل الم في الفكه على اليد على الكذا فبالتالي هذا نعرف انه انجينا خصوصا النساء. بعد ثلاث مرات من اعطاء المريض هذا النوعيه من العلاج يحس المريض انه افتهن لانه هذا العلاج بيعمل على توسع الاوعيه الدمويه. تمام يشتغل على العضلات الملسة ويعمل توسع للاوعيه الدمويه عملت له ثلاث مرات وبيزداد الالم ويزداد ضيق النفس عنده اكثر هذه نسميها انستيبل انجاني. انستيبل الانستيبل بعدها يحتاج ادميشن يحتاج رقود ويحتاج عنايه اكثر لانه لو استمر الانستيبل انجاني يتحول لاسكيميا. تمام يحصل لاسكيميا تبدا هنا المنطقه دي تتغير. تمام استمرت الاسكيميا تتحول لانفركشن خلاص بقيت كلها انفركشن اللي يقولون عنهم الام اي حصل له ام اي ميوكارديال انفركشن لكنه بيحصل هذا الاشياء بتحصل هنا. تمام عاده يعني اذا حصل الاسعاف سريع مش مشكله زي ما قلنا بيعملوا الان القسطره القلبيه بشكل سريع وتتحل المشكله. هذا بالنسبه للاكسترنال والانترنال فيوتشر اوف هارت هذا الذي يهمنا.